أولى فقراتنا لليوم مصطلح المرأة المستقلة وايد نسمعه في عصرنا الحالي، فماذا تعني استقلالية المرأة؟ وهل هذا يعني عدم حاجتها إلى رجل أو أن يكون لها مصدر دخل منفصل؟ وكيف ينظر لها مجتمعنا العربي اليوم؟ وكيف يعني يحلل مفهوم استقلالية المرأة؟ المرأة المستقلة ومفهومها راح نجيب عن هذا التساؤل مشاهدينا مع ضيوفنا في البرنامج. نرحب بهم باستوديو صباح الدار. بالبداية الأخصائية الاجتماعية والنفسية اليسار فندي، أهلا مرحبا فيك. أهلا فيك يا هلا. يا هلا وسهلا. وعندنا أيضا المهندسة ماريا بشار، وهي إحدى السيدات اللواتي خضنا تجربة الاستقلالية، فيا هلا مرحبا فيكم معنا. أهلا مرحبا بك. حياكم الله. اليسار أبدأ معك، خلينا نعرف الاستقلالية أول شيء. طبيعي هلا نحن عم نقول المرأة المستقلة هي المرأة يلي بتعرف مسارات حياتها بشكل متوازن ما بين القوة، ما بين النجاح، ما بين التوازن، ما بين إنها تحقق ذاتها ضمن هالمسارات اللي نحن حكيناها بانسجام داخلي وبانسجام مع محيطها يلي هو المجتمع. فضمن هالآلية أو ضمن هالتفكير هذا المنطقي يلي له هالأبعاد الإيجابية بحياة المرأة، ممكن المرأة توصل في نهاية المسار بحياتها لشيء اسمه المرأة المستقلة، وليست المرأة المستقلة ماديا بمعنى أنه مادي، هي كلام غير دقيق، بدها تكون مستقلة ماليا. فإذا لما منقول المرأة المستقلة ماليا، ما قد تكون بالضرورة هي المستقلة بشكل كامل، ولكن الاستقلال هو جزء المالي، جزء من الاستقلال في الشخصية للمرأة. نعم. طيب ماريا، بالحديث عن هذا التعريف المبسط اللي أعطتنا إياه الأستاذة اليسار، هل تشوفين بنفسك أن أنت بالفعل مرأة مستقلة بكل المقاييس، وفيك هذه السمات بالنسبة للمرأة المستقلة اللي تتسم سماتها بالقوة، الجرأة، الحزم في بعض الأمور؟ بشوف في نفسي الاستقلال أني مرأة مستقلة، لأنه الاستقلالية بتبدأ بالتفكير، استقلالية التفكير أول شيء. فيعني ما ممكن المجتمع يوجهني، ممكن أستشير لكن ما بتوجه، بختار مسار شغلي، بختار دراستي، بختار خياراتي في الحياة. يعني يكون عندي خطة، بستشير أكيد، الاستشارة لا خاب من استشار، الاستشارة هي جميل. نعم.